يو يو شباب، اخباركم احوالكم؟ فيديو اليوم كنت بس اتعلم تقريبا كل كم تحديث وتقريبا ما اعرف. براول كل سنه يمكن بتنزل سكنين من اختراع العالم او فينو من اختراع اللاعبين. فبراول استاذ حاليا عامل مسابقه على سكن فرانك، فنحن كالعادي نفتح الموقع تبع سوبر سيل ميكر وبنقعد نشيك على السكنات. فهذا نعمل فيديو اليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وخلينا نبدا الفيديو. مايك بليز، لا دوا خلاص اقعد دايل. قلت كذا ها فكرة يا شباب، من اول يوم اليوم فتح تمام، اليوم حتى صار اوبن. قبل ما كنا نقدر نشيك سكنات، فحرفيا اول ما فتح انا على طول دشيت، انا على طول دخلت. انا كثير حاب اشوف سكنات فرانك، انه خاصة فرانك فيك تعمل له كثير افكار سكنات زي هاد، زي الجوكر حاليا عليه 600 لايك تقريبا، والعالم على طول بدات تبدع. اوكي عم نشوف هون مجرد انه حاط له اسلوب المهرج مع الانف تبع المهرج، الضربة تبعته اوووو البتاع هذا كثير حلو، المطرقة تبعته كثير حلوة دود، الوالد كثير متناسقة. اوكي عندنا هون الصورة كاملة، حاط مهرج ورا مهرج هون، على فكرة يعني حاط انه هو عامله عبارة عن الايموجي تبع المهرج، شفتوا انه كان في بين مثل بين المهرجين، فهو عامل لك اياه على نمطه، فالفكرة كثير ظابطة مع هذا البين، يعني جايب شيء من قلب جوا براوسرز ومستخلص الفكرة منه، بدافع عن اشياء زيادة عم لك كيف خططها وكيف رسمها، عاملها باسلوب 3D كثير رهيب، والافكت بيكون، لا اوكي الافكت ما حلو، خلينا نكون صادقين. الافكت انه يطلع لك مهرجين مجرد مهرجين 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 مهرجين، يعني واضح انه ما كان عنده فكره معينه فحط لك اياهم تسليك، بس اكيد لبس براو ستارز مع هذا السكن بتطلع كثير رهيب على الافكتات، الصراحه هذا السكن حاليا توب 1، هو اوريدي السكن الاول فايش طبيعي يكون توب 1. السكن الثاني اللي هو اللي بيشبه جروم صح ولا لا؟ هذا الطاقيه تبعته نفس جروم، كان هو حارس بعد نفس جروم، فحبيت الفكره، حبيت انه كيف مظبط انه يكونوا اخوان مع جروم او يكونوا نفس التطبيق تبع جروم، كمان عامل حذائه حرفيا في نفس تبع القلات، يوم اجى شابتر القلات براو ستارز، شابتر فيو سكن لشايله، فيو اش وحركات، فظابط بشكل كثير كبير السكن لهيك شيء. سمعت انه براو ستارز ناوي تنزل هيك شيء، يعني بالاخير لو بدها تنزل كان نزلته بعد تحديث، ما ادري انه تاخذ فكره بعيدا عن هذا الموضوع، او يمكن ما ندري الصراحه، بس هذا السكن صعب كثير انه يفوز. قول زيوس فرانك ايش قاعد اشوف؟ ايش قاعد اشوف؟ ايش الابداع؟ دو شوف فرانك، مين بيقول انه هذا نفسه فرانك تبع براول؟ شوف السيف، لحظة المطرقة تبعته ما حتكون ظابطة، كيف حيضرب فيها؟ هي لازم تكون هيك فرقتين كذا، تمام؟ هون ما في هذه الفرين، كيف حيضرب فيها هيك؟ محاول اعمل اي منطق براسي انه كيف حيضرب فيها وهي شكلها كذا، بس ما في اي منطق، حاكي اي شيء، لا ما حاطط افكتات، بس مجرد انه حاط هي الصورة كثير رهيبة تمام؟ حاط انه كيف مظبطهم الشعر تبعه ووجهه وشكله، لا كثير رهيب السكن، ولكن مطرة مش ظابطة، مطرة ما عرفت لازم تكون كذا. تحسوا الرسم تبع السكن اللي شفناه قبل شوي، فين؟ نفسه مش مجرد رسم، هو اكيد لا تقولوا انه عليه ابو كلب او حالي، ولكن الشخص مجرب حظه، قال لك بحط حظك اذا ومجرب، يعني حلو انه اي حد بده يشارك، اي حد حتى لو كان رسمه ابو كلب، ما بقول انه رسمه ابو كلب بالعكس والله طالع حلوه، بس انه يعني حلو انه الواحد يشارك. كمان رسمي ثاني بده بدا يشتغل بالرسوم، ما صاروا يشتغلوا كانهم فينا نقول على نمط ال 3D، صاروا يشتغلوا بالرسوم، يعني عملوا كانه ساحر، المطره تبعته كثير خايسه كثير خايسه، المطره تبعته عامل الرداء تبعه انه فيه نجوم، حتى النجوم مش عارف يرسمهم، بدنا نعرف ارسم اكثر منك نو كاب. والافكت الاتاك بتاع فيه كورونا دبل كورونا تمام، هيك الافكت تبعه بتاع النجوم اخرته، السوبر بيطلع لك كورونا 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 مع جمجمة خضرا، ما بعرف شو دخل جمجمة خضرا مع انه هو ساحر، واخر شيء نجوم. هذا حاليا اسوأ سكن شفته لحد الان. ليتس جو، انا عم اقول مستحيل يمرق مسابقة سكنات بدون ما يكون في بيضة، سكن البيضة أكثر شيء حلو ببراول، إجي سكن لبام أختها سكن بام، إجي بام بيضة، إجي إيمز البيضة، حرفياً سكن البيضة لازم يكون موجود بأي مسابقة سكنات، بس أنا شوف أعمل لك إي كينج فرانك، يعني البيضة ملك فرانك، الملك بيضة فرانك، المهم أنت رتب الجملة، ولكن حلو ما نسى يعني ما مش مجرد حاط له بيضة وشكله كذا، لا حاط لك الضربة تبعته أو في الأول الفأس تبعه، حاطط لك الاب تبعته او التفاح، ما بعرف شو دخل تفاحه معه، السايد هيك بيكون شكله يمين، هيك بيكون شكله من قدام، هيك شكله من ورا، وهيك شكله من يسار، حبيت. اغراضه بيكون عنده تاج، بيكون عنده الضربه تبعته، والاب تبع هاي الجولد اب وين بتكون؟ اوكي مفاجئة، ها بتكون بايده الثاني، حبيت الاكشن، والله ما نسيت، والله البيضة حلوة، البيضة احلى من الرسومات اللي شفناها قبل شوي، لا والله بيرفكت، انا بحب الرسومات ال 3D، انا انصحت قبل شوي انه حلو الواحد يشارك، بس ايش هاد؟ ليه ما عطى لاخوك ترسم؟ ليه ما عطى لاخوك يرسم؟ ليش؟ يا بني ادم ليش؟ ليه تفضحنا؟ ليش انت انفضحت حاليا؟ بس شوف براو ستارز عامل هدف عشان سكنك يفوت بالمراجعه، لازم يكون عندك 600,000، هو حاليا جايب 10,000، مثلا شفناهم قبل شوي هدول ثلاثه، هدول توب سمي سمي سمي. اولا ايش ذا؟
انا كبست السهم حسيت انه في شيء يطلع لي. هذا الاختراع، هذا البوكيمون دود دراجون سلاير فرانك. فرانك عبارة عن يكون مدرع، السلاح تبعه بيكون عبارة عن اجزاء تنين. واو دود الصورة، صورة رهيبة، الوانها وطريقة نصقها، لا ورب رهيب. هاي تبعيته كمان كتير عاملها، لو ما عملنا كان مجرد سيف، عملنا كان يعني زي ما قلت لكم الضبط بيت فرانك او فينو اول المطرد بيت فرانك لازم يكون متفرق لجزئين. فهذا عمل لك اياه تفريق بشكل كتير حلو، هذا زي الاثنين بخلي واحد يمين وواحد يسار، صح ما متناسقين ولكن جايب فكرة انه كيف لازم يكون الفأس تبع فرانك او فينو المطرد بيت فرانك. اصلا ما عادت في سكنان زيادة سريعة. لو سكنان اقوى السهم بيطلع شيء احلى، كمان السهم طلع لي ذا. اوكي هذا العبارة عن كلاش رويال، الموجود بكلاش رويال شخصية رئيسية بكلاش رويال، الفائز تبعه كتير رهيب كمان مظبط الفكرة عم لكم عليها. هاد بس هون في مدفع على اليمين، ما بعرف شو دخل المدفع، عدد لو بدون المدفع كان بيكون احلى. المدفع هيك حسيته اضافي ابو كلب، ما كان لها داعي. مثلا براوزرز حابب تنزل حدث مثلا بين كلاش رويال وبراوزرز، فهذا حيكون فكره كتير حلوه من السكنات. شكله احمر زي ما بتعرف كلاش رويال في احمر وازرق باقي الاشياء. لا والله السكن حلو، اتوقع اذا كبسها بحط سكن زياده. دود والله هذا السهم اكثر شيء حلو شفته بحياتي، كيف تكون زي بتلاقي سكن اوبي اكثر ولا تحسه جاي من لعبه معينه. لوس سبرايت فرانك، لحظه هذا حاسس انه جايبه من لعبه معينه، خلينا نبحث عنه على جوجل. يب جايبه من فكره معينه، جايب انا شايفها يبقى العاب قديمه، شايف هذا الشكل من العاب قديمه انه يعني بيكون مثلا عباره عن جوست او شيء زي هيك، بس انه حاطه جوست ونفس الوقت مدرع. طيب فكرته حلوه، افكتاته كثير رهيبه، او مثلا الانيميشن تبعه شوفك كان مثلا نار ازرق من وراه يمين يسار من قدام وحالي، فالوضع تمام. ولكن عندي تعليق على السيف، السيف مش ظابط معي زي ما قلت لكم، لازم ما يكون سيف، لازم ما يكون هيك شيء حاد كذا، لازم يكون متطرف، لازم يكون عنده وحده يمين وحده يسار، وهو ما عمل هذا الشيء، عمله ورا بس، ورا ما له فايده، وريت ورا بس عشان انه عنده سيف، بس اهم شيء انه حاطط الضماده هناك، انه من كسف حط لك الضماده كذا. بيرفكت، هذه السكنات اللي لازم اعملها عشانها فيديوهات، والله صدق هذا حلو، يعني بطريقة ما حلو، عبارة عن فرانك نسمسم، فين عبارة عن فرانك نسمسم فراشات، حرفيا هيك، ماسك فرشاي عنده جناحات من ورا، وأهم شيء حاط حقوقه مليون مرة، والله ما راح أسرق، والله ما راح أحطك صورة مصغرة، خلاص ارحم شكلي. دود! عم بشوف أفضل سكين لفرانك، أنا لسه ما دخلت ولكن هلا عم بشوف أفضل سكين موجودة فرانك، حرفيا، بدون أي تعليق، هي عرفتوا هي أميرة الأسنان أو هي عند الاجانب بتكون في مثلا طائره صغيره او نقول ملاك صغير بيجي بياخذ سنك من تحت الوسادي، هذه هي عاملها بطريقه فرانك. دود رهيب، شوف الاكسترا، قول شوف المطرد تبعته رهيب دود، رب رهيب. هي شكله بالواجهه الرئيسيه، هذا السكين لازم يفوز، هذا السكين لازم يفوز، بصوت لهذا. واللي شوف حتى عاملها انيميشن، في حدا نايم هون اعتقد بينينكن او هي بوني لانه سنها رايح. في عندك سبايكون، لا والله رهيب، والله هذا يمكن اكثر شخص تعبان، هذا اكثر شخص تعبان بالتفاصيل، وجاي انه يحط قطعه الجولد وياخذ سنها. دود بيرفكت السكين. اوكي الاشياء عباره انه بيكون في عنده شنطه، عنده تاج، عنده المطرد بيت الاسنان. دود والله هذا السكين، هذا السكين بيرفكت هذا الان، هذا السكين اللي بيستاهل احطه بصوره مصغره. وكان فرانك القزم، هذا القزم الاخضر كمان حبيت انه جايبينه من كراتين وفينه من قصص خيالية، مثلا كان قصة تبيت الاسنان او كان قصة هذا القزم اللي بيعطيك جولد ويمشي في قوس قزح والاشياء هاي، فلا مظبطينها، حبيت القصص، حبيت انه كيف عاملينها بالواجهة الرئيسية بيكون معه مثلا زي صندوق، هذا هي قلت لها هذا بيضرب فيه. اوووه يا الابداع، واو يا الابداع، رهيب رب انك رهيب. شوف كيف هيك موجودين بالوسط اثنين فرانكات مرئين. دود عايز ايدك، والله عايز ايدك، هذا سكن كمان كتير حلو، بدي اشوف سكنات كتير حلوة. فرانك بس مراهق، هذا فرانك مراهق دود، عشان انه حاط شاشة تلفزيون وضربته بايده، حاط شعره عامل لك حركة يمين كذا ملون شعره، عنده ضفدع كيوت، حبيت الضفدع، الضفدع لا لا هذا عامله مغني كأنه حاب يحطه مع جماعة ايمز المغنيين، ما في لا سكن جديد تبع ايمز حينزل، فهذا حاطه انه مع سكن ايمز، والله نايس. الاغراض تبعته اولى الافكتات، الافكتات كثير حلوه، الافكتات لك اكثر من لون سوا بيجوا على الارض بشكل رعد، لا والله رهيب، والله رهيب الصبر والاتك افكت، الديتيلز حاط لك انه المايكروفون، شعره، الشيء تبعه هون، لا والله رهيب، هذا كمان حلو، دود السكنات كثير ابداعيه، طبعا نزلتها باول يوم،
فما بالك شو حيكون اخر يوم. لو بدكم انزل فيديو يجي اخر يوم ما عندي اي مشكله. سكنات زياده شباب بس انه حيطول هذا الفيديو كثير. تقريبا شو بتكون اكثر سكنات حلوه تقريبا او اكثر سكنات مرشحه للفوز؟ اعطوني رايك وتعليقات شو اكثر سكن حبيته موجودين بهذا الفيديو. بس هذا كان فيديو اليوم.